أذهب إلى علي رباح من سوق واقف. علي، أيضا المشهد في سوق واقف، أرى خلفك أعلام، علم قطر وأعلام مختلفة في سوق واقف. بدأت الناس تتجمع قبل لقاء فرنسا وقبل لقاء السنغال، وله جماهيره هنا في قطر. بالفعل محمد، هنا نتحدث عن 32 علما بطبيعة الحال يختصرون الدول المشاركة أو المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022. نحن ننتظر هنا على ما يبدو حفل قد يحييه ويجز، وهو مغني الراب المصري كما قال بعض المنظمين. هنا سندعك مع الصورة محمد. هذه الأعلام بطبيعة الحال يعني جلبها المنظمون قبل قليل، كما تنظر أيضا على الشرفات، تغيرت الإضاءة. هناك بعض المنظمين على الشرفات يقولون إذا مجددا بأن مغني الراب ويجز سوف يحيي الحفل في هذه الساحة بعد قليل. لذلك الجميع يتجمهر هنا بطبيعة الحال، هو لديه الكثير من المعجبين. أيضا يعني محمد، بالعودة إلى المباريات اليوم، كنا شاهدنا قبل ساعة أو ساعة ونصف من الآن بعض الجماهير الفرنسية تنسحب من هذه الساحة باتجاه المترو للانتقال إلى الاستاد بطبيعة الحال لمتابعة المباراة مع بولندا. الجميع يعني كنا استطلعنا بعض الآراء، الجميع قالوا بأن هذه المباراة ليس سهلة، ولكن أيضا الجماهير الفرنسية تعتقد بأن يعني فرنسا، حظوظ فرنسا مرتفعة في هذه المباراة. أيضا محمد، سنكون مع شاب فلسطيني قدم من فلسطين لمتابعة المونديال. السلام عليكم. يعني أنت قادم اليوم من فلسطين لمتابعة المونديال، من تشجع وكيف ترى الأجواء؟ السلام عليكم. احنا جينا من فلسطين، من الداخل المحتل. طبعا جايين نشجع المنتخبات العربية أول شيء، بعد ما تخلص حدود العرب ونرجع نشجع منتخباتنا. أنا بشجع الأرجنتين، الشاب هنا بيشجع البرازيل، ومنشوف بالآخر وين نصل. بالتوفيق. كيف ترى الأجواء اليوم؟ والله الأجواء كتير كتير حلوة، احتفالات مونديال عربي بحت، يعني الجو عربي خالص. الثقافات عديدة، من اليمن، من السعودية، من قطر، من فلسطين، من كل الدول العربية. شكرا لك وبالتوفيق. إذن محمد، يعني كما قال الشاب، الجو عربي بالفعل، يعني ما زالت الجماهير أو مشجعي المنتخبات العربية حتى وإن خرجوا من المونديال يعني لا يزالون في هذه الساحة وفي معظم الساحات. اليوم يعني شهدنا تواجد كبير لمشجعي المنتخبات العربية، والجميع يقول بأنه رغم الخسارة أو رغم الخروج من المونديال إلا أن الجميع سوف يصطف اليوم خلف المنتخب المغربي بطبيعة الحال، هذا المنتخب الذي يخوض مباراة يوم الثلاثاء المقبل مع إسبانيا. الأجواء حماسية جدا في سوق واقف، هذا هكذا كان وعلى ما يبدو هكذا سيبقى في الساعات والأيام المقبلة. نعم محمد، أنا سأتركك علي لتستمتع، إذا ما كان ويج سيقدم حفلا في سوق واقف سأتركك لتستمتع بهذا الحفل. أشكرك وأشكر علي القاسمي، كان معنا من استاد الثمامة حيث تقام مباراة المنتخب الفرنسي مع منتخب بولندا. شكرا.